البناء بأرضهم الطيبة دون خوف من احتلال يصادرها وينهب مياهها، وجدار يمنع الوصول إليها أو مستوطنين، ومعهم كلابهم يعتدوا على الفلسطينيين، يبنون فوقها بيوتا لهم ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون المعمرة فيها منذ مئات السنين. حان الوقت لكي ينطلق آلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسرهم وإلى أطفالهم وليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجل حريته. إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا قاعدون هنا دائمون هنا خالدون هنا، ولنا هدف واحد 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 أن نكون وسنكون.